خلصنا من اللحمة، تعالوا نخش على اللي بعده. ازاي اعمل كيكة بالجزر والزبيب؟ مقاديرها على الشاشة بعد ما اروق مطبخي كده زي الفل. معانا جزر، هنحط عينيا هحطها قدام سعادتك ايه زي الفل. جزر، زبيب، مقادير من الزيت نص كوب، نص كوب من السكر لان عندي الزبيب فيه سكريات والجزر فيه سكريات. معانا من الحليب 1 كوب، معانا البيكنج باودر والبيض بتاعنا طالع من التلاجة قبلها مسبقا بعشر دقايق او بربع ساعة. والدقيق طبعا عصب الكيكة او عصب اي كيكة بنعملها. المقادير قدام حضراتكم على الشاشة والصورة الحلوة على شاشة القناة الاولى تتحدث عن نفسها. حلوة اوي. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي كيكة بطريقة سهلة وخاصة للمبتدئين في المطبخ. يا شيف مغازي الكيكة بتهبط مني، لو هعملها بتفاح هعملها بالبرتقال، هعملها باليوسفي، هعملها بالجزر، عشان بيبقى فيها سوائل. واحدة واحدة مع بعض كده، اللهم صل على النبي. بنجيب بولة لطيفة زي الفل. خلونا كمان نجيب القالب اللي هنشتغل فيه، ده القالب. بتتينيه زبدة أو سمنة، ممكن يكون قالب مستطيل أو قالب مربع حسب الرغبة. أولا المواد السائلة هنا البيض، وإحنا بنشتغل في الكيكة كده الشيف المغازي هيقول شوية حاجات معلومة غير معلومة. البيض لما يطلع من التلاجة قبل ما اشتغل بيه بعشر دقايق بربع ساعة بدرجة حرارة الغرفة، ده بيساعد على هشاشة الكيكة بتاعتك وتبقى إيه زي الفل، ما تهبطش منك. أدي البيض أهو زي الفل، شايفين البيض؟ ما خدش دقائق معدودة، ما خدش دقيقة أهو، إداك الشكل الحلو ده أهو، مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري. حتى ذوبان البيض سريعا أو خفقه سريعا بدون أي مجهود، بحط السكر على البيض واخفقه جيدا. دي من أسرار عمل الكيكة زي الفل. أبدأ أحط أي حاجة بعد كده. معانا حليب أهو، اللهم صل على النبي. معانا زيت أهو زي الفل، رشة ملح صغيرة. فين الملح يا شيف؟ اهو مهمة جدا رشة ملح صغيرة اهي. واقلبهم كده واخلي دول على جنب. دي خطوة لأي كيكة بتعمليها، بتعمليها بالتفاح بقى، بتعمليها بالجزر زي ما انا بعملها دلوقتي، مفيش أي مشكلة. الخطوة التانية معانا دقيق، هنخليه هنا كده جنبينا، نحط على الدقيق ده البيكنج باودر بتاعنا. ولازم البيكنج باودر وانا شغال مخرجنا الجميل، احنا فينا طبيعه بننزل نتسوق نجيب الخميره ونجيب البيكنج باودر نخزنه في دراج الثلاجه في دراج المطبخ فتره طويله وايام كثيره، ونيجي نعمل كيكه نكلف وفي الاخر ما تطلعش مظبوطه. السر فين؟ نحط ايدينا على المشكله، ان الخميره ممكن تجيبيها تتركن فتره طويله ما تشتغلش معاكي. كذلك البيكنج باودر بياخد رطوبه، فانا اضمن الموضوع ازاي؟ بجيب البيكنج باودر بحط عليه ميه، فار زي الفوار كده، زي القرص الفوار بتاع فيتامين سي، اعرف ان البيكنج باودر بسلامه وامان وزي الفل. محلك سرك كانك بتدوبه شويه سكر، اعرف ان البيكنج باودر ملوش اي لازمه، فالكيكه هتهبط معاك. حلو الكلام؟ قولي حلو الكلام، بس كده. البيكنج باودر على الدقيق، زي الفل. نقلب البيكنج باودر على الدقيق، دي الخطوه الثانيه. حتى نضمن هشاشية الكيكة وما تهبطش معانا. حلوة أوي. الفرن عندنا إيه؟ درجة حرارته 180. قبل كل حاجة تولعي الفرن. آدي البيكنج باودر مع الدقيق. الفانيليا مع البيض، حتى زفارة البيض مفيش. ده فانيليا بس. حلوة أوي. عايزة تعملي الكيكة بإيه يا ست الكل بقى؟ تعمليها بالزبيب والجزر؟ عينيا. عايزه تعمليها بالبرتقال او اليوسفي؟ عينيا. اللهم صل على النبي. نجيب القالب، والقالب غالب. ادي القالب بتاعنا اللي زي الفل. هناخد اول حاجه كده مقدار الدقيق ننزل بيه هنا كده، مخلوط بالبيكنج باودر. خلي بالك الجزر فيه سوائل، طالما في سوائل يا ست الكل بتقللي هنا السوائل زي الحليب مع الزيت مع الحليب مع السكر مع الفانيليا. نزلت بالدقيق واتاكد ان دول دابوا كده
شايف الخليط ده؟ القوام ده لازم يكون بالقوام ده بالكثافه دي عشان هيخشوا جزر وزبيب. خلي بالك في سؤال جالي على السوشيال ميديا وانا بتابع الصفحه كده اكله امي والصفحه الرسميه للقناه الاولى. يا شيف مغازي لما بعمل الكيك انجلش كيك، انجلش كيك يعني بفواكه مجففه، بيتحط له زبيب، بيتحط له مشمش، بيتحط له شوكولاته، الحاجات دي كلها، بنلاقي الفواكه عايمه على وش الكيكه، انا عايزاها في قلب الكيكه زي ما بشتريها من بره، اعمل ايه؟ اللي انا هعمله في الزبيب دلوقتي هتعمليه في نفس الفواكه المجففه. كده الكيكه امرها انتهى تقليبه زي الفل. باخد هنا بجيب المقدار بتاعنا ده كده اهو، زي الفل، واخد بقية الجزر اللي هنا بحطه هنا كده، الزبيب بتاعنا كمية الزبيب اللي انا هحطها، شوف هعمل ايه دلوقتي بقى حالا وانت معايا. باخد الزبيب ده كده بحطه هنا، اللهم صل على النبي، واحط عليه يا مغازي شويه دقيق. تركايه ايه بقى؟ الفواكه المجففه تغلف بالدقيق، لان الدقيق بيخليها عامله ايه بقى؟ انا ما بعرفش اعوم في الميه، ما بحبش الميه بصراحه، يعني بروح اصيف مع الولاد بقعد كده ايه يعني واتفرج عليهم وزي الفل، مش يعني بخاف، ما بعرفش، ما انا مش هواه سباحه اتكلم الصراحه. فلو هنزل الميه بلبس البتاع اللي هو اللي ما خلناش اسمه يا شفيق، التوج ده، توج النجاه. فالدي ده توج النجاه اللي بيخلينا نعوم من غير ما نغرق. فالدي هنا مش هيخلي الزبادي اللي مش هيخلي الزبيب يعمل ايه يا عم الشيف؟ يطلع على الوش. بالشكل ده كده. ده الدي. حلو الكلام، ننزل بيه كده. زي الفل. تعملي مع اي فواكه مجففه بتشتريها وعايزه تعملي الانجليش كيك او الكيك بالفواكه المجففه. قلبتهم زي الفل تمام. نعمل ايه يا عم الشيف؟ نقلب دول مع بعض. حلو قوي، فكره حلوه والله يا عم الشيف. الجزر هنا هيديني السوائل بتاعته، شفت التقليبه دي مهمه جدا. هاخد الخليط ده زي ما هو كده تقليبه كويس، واتاكد ان كله داب مع بعضه، الجزر مع الزبيب، قيمه غذائيه عاليه جدا، السكريات اللي موجوده في الزبيب كلنا عارفين الزبيب ده عنب مجفف، والسكريات اللي موجوده في الجزر مفيده. ناخد الخليط ده كله يا عم الشيف زي ما هو كده اهو، واجيب القالب بتاع الحلو ده كده اهو، وانزل بيها هنا كده في النص. يا ويلي ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ كيكة شكلها اللون البرتقالي على فكرة بيفتح الشهية. تعالي بقى اشتري القالب الكيك ده من بره، تدفعي فيه مبلغ وقدره، مش عارف كام بس مبلغ كبير يعني، ومش هيكون بنفس الطعم ولا بنفس التكنيك ولا القيمة الغذائية اللي انت عارفة المحتوى بتاع الحاجة اللي عاملاها دي، مهمة جدا على فكرة اهو. درجة حرارة الفرن عندي 180 يا عم الشيف، بدخل الكيكة دي في قلب الفرن، فين مكانها بقى؟ مع مخرجنا الجميل وأساتذة المصورين فرسان التلفزيون المصري. هناخد القالب ده كده ونفتح الفرن، لازم الفرن تبقى درجة حرارته 180 مسبقا. صلى على الحبيب قلبك يطيب. أنا مجهز الفرن معايا أهو، بهزه الهزة دي كده أهو، واخده زي ما هو كده أهو، يلا أهو، هو ده مكانه. على ارتفاع 3 سنتي تقريبا من درجة حرارة الفرن أو من أرضية الفرن. عايز تشوف الحلويات اللي في الفرن، صلى على الحبيب قلبك يطيب. فين الجزر هنا وفين الزبيب وفين الخبرة الطهوية؟ وكيكة بتتكلم مصري في قلب الفرن، فيها تفاصيل كتيرة، فيها خبرة طهوية اتعملت في أقل من دقائق معدودة في قلب الفرن. إيه التصوير الحلو ده؟ يلا قافل، يلا هو ده. نعم حاضر، وإحنا في الفرن جاهز هنجيب توزبيكس اللي هو بتاع الشيش طاووق، عارفينه كلنا. وتضمن ان هي استوت ولا ما استوتش ازاي؟ بعمل كده اهو، مخرجنا الجميل اهو 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 اهو، تطلع زي الشعره من، ما فيش حاجه. تاني واحده اهو، بس لازم نمسح التوزبيكس تاني اهو،
عاملين زي ما نشوف الزيت العربية الصبح. اه والله العظيم. اه الحاجات دي انا بقولها اللي في القلب بيطلع على القلب. تاني. مفيش كلكعة، مفيش مكانة، زي الفل مستوية وزي الفل يا عم الشيف. طلعها من الفرن. احنا معانا تايم يا رجالة، معانا قد ايه التايم بالظبط بما يرضي الله؟ عشان عايزة شوية. طب خليها شوية كمان زي الفل. شكلها حلو عجيبني قوي بجد. هنخليها في الفرن كمان الأربع دقايق اللي المخرج سمح لنا بيهم. طيب